يواصل المهاجم ذو الأصول الجزائرية أمين غويري صناعة الحدث في وسائل الإعلام الجزائرية والفرنسية خلال الفترة الحالية، وكثرت الإشاعات والتكهنات حول مهاجم نادي ران الفرنسي في الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد ظهور أنباء تفيد برغبته في الالتحاق بمحارب الصحراء وتدعيم تشكيلة جمال بلماضي. وذكرت إذاعة أرمسي الفرنسية أن المهاجم البالغ من العمر 22 عاما يعتبر من الأسماء المرشحة لنيل فرصة مع الديوك، خاصة أنه لا يزال في مقتبل العمر وموهبته تحظى بإعجاب كافة المتابعين بلا استثناء. وأوضح ذات المصدر أن أمير غويري سيدخل حسابات ديدي ديشان المستقبلية، ولكن بشروط محددة، أولها أن يقدم عروضا مستقرة مع ناديه في الدوري الفرنسي. ويمتلك خريج مدرسة أولمبيك ليون إحصائيات لافتة مع ران، تمكن من مشاركة في 11 هدفا ما بين تسجيل وصناعة خلال 15 مباراة لعبها في الدوري الفرنسي واليوروبا ليج. وفي خدم كل هذا يبقى الاتحاد الجزائري لكرة القدم مراقبا لتطورات ما يحدث مع أمين غويري، والذي سيمثل إضافة نوعية للخضر حال التحاقه بهم في المستقبل القريب. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.